تطرق موقع الخليج أونلاين لاتهامات أطلقها خبراء أمميون عن أن الإمارات تحتجز 18 يمنيا كانوا معتقلين سابقا في سجن غوانتانامو معتبرين عزم أبوظبي على إعادتهم إلى بلادهم قسرا خطوة مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. أوضح الخبراء في بيان لهم أنه جرى نقل السجناء السابقين بمعتقل غوانتانامو 18 إلى الإمارات خلال الفترة ما بين نوفمبر 2015 ويناير 2017، حيث يخضعون للاحتجاز هناك منذ وقتها. أشار البيان إلى أنه بدلا من إطلاق سراح المعتقلين تم إخضاعهم للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم، والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية. البيان أفاد بأن المحتجزين أجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وألا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.